بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في أسبوعنا الماضي وقفنا وقفة استعرضنا فيها أمورا تتعلق بهذا الركن العظيم وبهذا الحدث الجليل، الحج إلى بيت الله الحرام، الركن الخامس من أركان الإسلام العظام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام العظام التي عليها الولاء والبراء، وهذه الأركان التي بها يعرف المسلم من غير المسلم، وهذه الأركان التي هي من الدين المشترك بين جميع الأنبياء، فأمرها عظيم، والحج واحد من هذه الأركان الخمس. وقلنا بإذن الله سنقف في أربع لقاءات مع أربعة أمور عظيمة مرتبطة بهذا النسك. أولها ما يتعلق بمكان المناسك، وثانيها يتعلق بزمان أداء المناسك، وثالثها يتعلق بأفعال المناسك، ورابعها يتعلق بكم أنتم الحجاج، حجاج بيت الله الذين يفدون إلى أماكن الحج في أزمنة الحج لأداء أفعال الحج. فهذه أربعة أمور. نقف في يومنا هذا بمشيئة الله وعونه وتوفيقه وتسديده مع الأمر الأول: أماكن الحج. وقبل أن أعرض لما يتعلق بهذه القضية، فإننا ننطلق من قضية محكمة في كتاب ربنا عز وجل، والقرآن
هو مصدر التلقي لهذا المؤمن. القرآن العظيم هو مصدر الهدى، فمن أراد أن يهتدي فدونه هذا الكتاب، لأن أعظم غايات هذا الإنسان في هذه الدنيا أن يحقق الهدى. ولذلك هذا الإنسان يطلب الهدى من ربه كل يوم 17 مرة على أقل تقدير. ألست تصلي؟ الجواب بلى. ألست تبدأ كل ركعة بقراءة الفاتحة؟ الجواب بلى. هل في الفاتحة دعاء؟ الجواب نعم. هل هذا الدعاء يتكون من أمور أو طلب شيء واحد؟ إنه طلب شيء واحد. ما هو ذلك الأمر؟ اهدنا الصراط المستقيم. فكلنا نطلب الهدى وندعو الله عز وجل أن يهدينا، ونكرر ذلك في كل يوم، 17 مرة، ولا يتوقف هذا الدعاء من مرحلة التمييز حين يبدأ الطفل يعود على أداء الصلاة، فإنه يعلم الفاتحة ليقرأ في وسطها اهدنا الصراط المستقيم، ثم يظل يكرر هذا الدعاء إلى أن يفارق الدنيا. فلو كان هناك دعاء أهم من هذا الدعاء لذكر، ولو كان هناك طلب أعظم من هذا الطلب لا صار واجبا علينا، ولكن نجد هذا الدعاء الوحيد الذي أوجبه الله عز وجل علينا أن نطلبه إياه في كل يوم هذا العدد. فعندما نطلب الله هذا الهدى يأتينا مباشرة بعد الدعاء وبعد ختام سورة الفاتحة الجواب على ماذا؟ على مصدر الهدى. فأنتم تقولون يا ربنا اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي الجواب مباشرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم تطلبون الهدى، فالهدى موجود في هذا الكتاب، فمن أراد أن يهتدي فعليه بكتاب الهدى. والقرآن هذه وظيفته وهذه رسالته في هذه الدنيا، وهذا أثره في الناس الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا أدركنا هذا الأمر وهذه الحقيقة أن مصدر طلب الهدى هو وحي السماء، وأن هذا الكتاب الكريم هو وحي الله عز وجل الذي نزله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، أنزل عليه آخر الكتب وضمن الله عز وجل حفظه، وما أوكل حفظه للبشر كبقية الكتب السابقة. لذلك تمكن الناس من تحريفها. أما هذا الكتاب فماذا قال الله عز وجل في أمر حفظه؟ قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله لأنه الكتاب الخاتم، وحفظه الله لأنه نزل على النبي الخاتم فلا نبي بعده،
وحفظه الله لأنه أنزله ليوجد بهذا الكتاب خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حفظه الله لأنه هو الكتاب الهدى، الكتاب الهدى. وحفظه الله لأنه أكمل فيه الدين وأتم به النعمة. قال الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاعر الحج، أماكن الحج، وفي أيام الحج، وفي أعظم أيام الحج في يوم عرفة. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 81 ليلة ثم مات. نزلت عليه هذه الآيات التي أعطتنا ثلاثة فوائد عظيمة. الأولى أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الثانية أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ننقص منه شيء، ليس فيه شيء ما ينفع. الأمر الثالث أن الله عز وجل رضي لهذه الأمة هذا الإسلام، هذا الدين، فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، لا نسخ. فهذه ثلاثة أمور عظيمة ارتبطت بهذا الكتاب الخاتم الذي نزل على النبي الخاتم المبعوث في الأمة الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة. هذه الأمة تكملت كم أمة؟ 70. أنتم خيرها، لأن الله قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذن هذا الأصل الذي نريد أن ننطلق منه، وهو أننا إذا أردنا أن نبني الحقائق في عقولنا، وأرقى ما يكون هذا الإنسان عندما يقوده عقله، وعندما يقوده عقله يقوده بالعلم، وأعظم العلم عندما يبنى على الحقائق. والحقائق من أين نأخذها؟ نأخذها من عند الحق، والحق هو الله، وهذا الكتاب كتاب الحق، لأنه جاءنا من عند الحق سبحانه، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، ومن أصدق من الله قيلا، والجواب لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد، فالله أصدق القائلين جل جلاله. فإذا أدركنا هذا الأمر وآمنا وتيقنا، لأن هذا شرط الإيمان. ما هو شرط الإيمان؟ تصديق خبر السماء، تصديق خبر السماء، ما نزل في وحي الله فهو الحق الذي لا مرية فيه. كل ما يرد من أي جهة كائنة ما كانت فالأمر محتمل، إلا ما جاءنا من عند ربنا عز وجل وحيا أنزله الله، سواء هو قرآن وسواء هو سنة. قرآن لأن هذا كلام ربنا الحق، والسنة لأن الله في كلامه جل جلاله قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن قيله
قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز من قائل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا أدركنا هذا الأصل، إذن قضية المكان نعود إلى الوحي، إلى القرآن، لنرى هل في القرآن يخبرنا الله جل جلاله عن أصل وعن قاعدة وعن قضية محكمة ترتبط بالأماكن؟ فنجد في كتاب ربنا حقيقة عظيمة، يقول الله عز وجل لتقريرها: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربك وحده لا شريك له هو الذي يخلق. هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. وعليه: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون الذي يخلق كمن لا يخلق. فالذي يوجد الشيء من العدم، الذي إذا أراد الشيء قال له كن فيكون، لا يمكن أن يكون هذا كمن لا يستطيع أن يخلق شيئا، بل هو مخلوق. فالخالق خالق، والخالق قوي، والخالق قهار، وأما المخلوق فضعيف. وربك يخلق ما يشاء، ما يشاء خلق، وما لم يشأ لا يخلق، ولا خالق إلا الله. الذي خلق هو صاحب الحق الأوحد أن يختار ويصطفي من خلقه ما يشاء. أما المخلوق ليس له هذا الحق، ولو فعل لا قيمة له. فهذا أصل عظيم وحق وحقيقة من حقائق القرآن، أن الذي خلق له الحق أن يصطفي من خلقه ما يشاء. خلق السماوات سبع واصطفى السابعة لتكون فيها الفردوس الأعلى، وخلق الملائكة واصطفى جبريل عليه السلام من بينهم، وخلق الكون واصطفى العرش، وخلق سبحانه وتعالى البشر واصطفى من بينهم الأنبياء، ومن الأنبياء اصطفى أولي العزم، ومن أولي العزم اصطفى الخليلين. فهذا تدبيره، وهذه حكمته وحكمه جل جلاله، لأن الله قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهل أماكن الحج هذه، وما هي أماكن الحج؟ لأن ابن آدم في هذه الدنيا ينجز عملا، وهذا العمل أين؟ في الأرض. قال الله عز وجل للأب الأول آدم عليه السلام عندما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فخلافته أين؟ في الأرض. واستخلف بني آدم أين؟ في الأرض، ليعمروا هذه الأرض عمارة راشدة
حسًا ومعنى، عبادة راشدة وعمارة راشدة لهذه الأرض حسًا ومعنى، حسًا بالإعمار المادي ومعنى بالعبادة والعمل الصالح وفعل الخيرات. فهذا المكان الذي هو مكان الخلافة لهذا المخلوق الذي هو آدم وذريته، والمقصود عمارة هذه الأرض حسًا ومعنى، والحج عمارة للأرض حسًا ومعنى. لكن في أي مكان؟ هل هو يؤدى في كل مكان؟ الصلاة يؤديها الإنسان في كل مكان، الزكاة يؤديها الإنسان في كل مكان، الصوم يؤديه الإنسان في كل مكان، النطق بالشهادتين يؤديهما الإنسان في كل مكان. الحج أين يؤدى؟ في كل مكان؟ لا، جعل الله له مكانا واحدا، مكانا واحدا هو هذا البلد الحرام. فأول شيء نخرج به على أن أركان الإسلام الخمسة التي قلنا هي أعظم هذا الدين، ليس في الدنيا مكان يستطيع أهل الإسلام أن يقيموا الأركان الخمسة في مكان واحد مجتمعة إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان. فهنا الإنسان المسلم ينطق بالشهادتين، وهنا يصلي، وهنا يصوم، وهنا يزكي، وهنا أيضا يحج. إن خرجت عن هذا المكان فيمكن أن تنطق بالشهادتين وأن تصلي وأن تصوم وأن تزكي، ولكن لا يمكنك أن تحج. إذن هذا ماذا؟ هذا اختيار. من الذي له الحق أن يختار؟ الآية ماذا قالت؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو الذي اختار أن يكون هذا النسك في هذا المكان. هذا الاختيار هل هو فقط مجرد اختيار أو أيضا معه دلالة عظيمة؟ ما هي هذه الدلالة؟ دلالة الاصطفاء. ما معنى الاصطفاء؟ اختيار بتميز، ليس فقط أن هذا المكان يؤدى فيه العمل، ولكنه اختيار باصطفاء، أي أن هذا المكان له ميزة على غيره من الأماكن. فإذا قال الله أنه هو الذي يخلق ويختار، إذن نقول إذا أردنا أن نعرف ذلك أين نعود؟ نعود إلى وحي السماء، إلى مصدر الحقائق، لنقول يا ربنا ما هو اختيارك واصطفاؤك لهذا البلد؟ علمنا، علمنا. والله عز وجل علم آدم، قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا رجعنا إلى وحي السماء قرآنا وسنة ماذا نجد في أمر هذا المكان؟ نجد أمرا عجبا، نجد في وحي السماء أن هذا الاختيار وهذا الاصطفاء كانت له بداية. متى كانت البداية لهذا الاختيار والاصطفاء؟ كانت البداية مع اليوم الأول الذي كان فيه خلق السماوات والأرض.
وهل كان الناس وهل كان آدم موجود يوم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا. كم بينهما؟ 50,000 سنة. فكانت البداية في الاصطفاء والاختيار في ذلك اليوم. ما هو الوحي الذي عندنا في هذا الباب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. إذن متى كانت قضية هذا المكان؟ من اللحظة الأولى لإيجاد هذا الكون، أن الله الخالق هو الذي حرم، وأن الله عز وجل الخالق هو الذي سمى، وأن الله الخالق هو الذي أظهر هذا المكان مسمى بهذا الاسم مرتبط به هذا الحكم. فظهرت مكة للوجود منذ اللحظة الأولى بثلاثة أمور. الأول ما هو؟ أنها مسماة. الثانية ما هي؟ أنها معلومة الحدود، لأن هي المحرمة، أما ما حولها ليس محرم. الثالثة أنها محرمة، والتحريم هنا المنع لأجل الإجلال والتعظيم والتقديس لهذا المكان. وإن رجعنا إلى القرآن نجد الإخبار من ربنا عز وجل عن تحريم هذا المكان. قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فمن الذي حرم؟ الله. ومتى كان التحريم؟ يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن لم يأتي على هذا المكان ولا لحظة واحدة ليس محرما. وهذه بداية الاصطفاء، ومن هنا ينطلق المؤمن عندما يريد أن يقف ويعرف أماكن الحج وقيمتها، فينطلق من تلك الحقيقة لتوقفه مع تلك البداية، اليوم الأول والإعلان الرباني بأن هذا البلد محرم. وهذا كم له من الدلالة وكم له من الأثر على قلب المؤمن وهو يعلم عن هذا الاختيار والاصطفاء الذي لم يقارنه ولم يماثله ولم يدن منه أي مكان آخر، أي مكان آخر. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. ثم هذا الحرم الذي هو حرم مكة شرفها الله، من الذي يعلن حرمته للناس؟ ومن الذي يضع حدود هذه البلدة المحرمة؟ ومن الذي يعرف الناس بذلك؟ الله عز وجل في هذا الأمر العظيم لأهميته اختار له الخيرة، لأن المكان مصطفى، فاختار له خيرة أهل السماء وأهل الأرض. ألم نقل أن الله خلق الملائكة واصطفى منهم جبريل؟ ألم نقل أن الله اصطفى خلق الناس البشر واصطفى الخليلين؟ ولذلك هما من يختار لهذه المهمة،
فالخليل إبراهيم عليه السلام الله عز وجل اختاره وهو خالقه وكان به عليماً وآتاه رشدا، ابتلاه ليصطفيه. ماذا قال ربنا عز وجل في ابتلاء إبراهيم؟ وأين كان الابتلاء؟ خارج الحرم، لأنه يراد تأهيله لهذه المهمة العظيمة الجليلة في المكان المصطفى، فيختبر خارجه ليرى أهليته، ثم يؤتى به إلى المكان. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فينشأ سؤال عند سامع هذا الخطاب قائلا: ماذا كان موقف الخليل بهذا البلاء وعند هذا الابتلاء؟ فيأتي الجواب مباشرة، قال الله عز وجل: فأتمهن. أتمهن إعلام بنجاح في البلاء أو عدم نجاح؟ نجاح، أنه قال فأتمهن، وقال في الآية الأخرى: وإبراهيم الذي وفى. إذن هو نجح في الابتلاءات، في تحطيم الأصنام، في رميه في النار، فيما حصل لزوجه سارة مع الملك الجبار الظالم، وأمور عظيمة. أتمهن، فينشأ سؤال ثاني: ما دام أنه نجح في الامتحان والله هو الشكور، ما هي المكافأة لإبراهيم؟ وهل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ فيأتي الجواب مباشرة، قال: إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. كيف تكون يا إبراهيم إماما للناس إلى يوم القيامة؟ إذن يؤتى به إلى البيت الإمام ليؤمر بأن يرفع قواعد البيت فيرفعها، ويؤمر بتطهير البيت فيطهره، ويؤمر بأن يضع أنصاب الحرم وحدوده فيضع، ويؤمر أن يؤذن في الناس بالحج فيؤذن، ويؤمر بأن يؤدي المناسك فيؤدي. فكان إماما للناس. فهذا الحرم اختار الله عز وجل لوضع هذه الحدود التي له أمين السماء جبريل عليه السلام، وإمام أهل الأرض إبراهيم عليه السلام، ليجتمعا. أمين الوحي جبريل ينقل ما أمره الله به من بيان تلك الأعلام، والخليل إبراهيم يحمل الأحجار ويضع حيث يشير جبريل. فكانت أعلام الحرم، وكان أول من وضعها هذا الإمام خليل الله إبراهيم. وإذا بنا ما بين الكعبة إلى ذلك الحد، كل هذا ما اسمه؟ حرم. كل هذا حرم. كم مساحته؟ تعرفون كم مساحة الحرم؟ 556 كيلومتر مربع، هذه مساحة الحرم. ثم الخليل إبراهيم يعلن للناس أن ما بين الكعبة إلى تلك الأعلام أنه حرم حرمه الله عز وجل،
ثم ينادي في الناس بالحج. إذن هذا الأمر الثاني وهو قضية الحرم إذن مرتبطة بماذا؟ بهذا المكان. والحرم له حدود، أول من وضعها من؟ خليل الله إبراهيم. بمعية من؟ بمعية جبريل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على طريق الخليل، لأن الله عز وجل ماذا قال له؟ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فيشارك قومه في بناء الكعبة ويضع الحجر الأسود ويطهر البيت مما أحدثته الجاهلية فيه من الأصنام وعبادة غير الله، ويبذل الغالي والنفيس ليطهر بيت الله على طريق الخليل. ثم يوم أن يكرم بفتح مكة في عام الفتح ماذا عمل؟ يبعث أسد الخزاعي لأجل ماذا؟ يجدد أنصاب الحرم، ما سقط منها يعيد، ليبقى هذا الحرم بحدوده معلومة. ثم هذه الكلمة الحرم التي هي كلمة قرآنية، فالمسجد الحرام تتكرر هذه الكلمة في القرآن 15 مرة، تطلق مرة ليراد بها الكعبة، وتطلق ويراد بها المسجد المحيط بالكعبة، المسجد المحيط بالكعبة، وتطلق ويراد بها البنيان والمساكن التي حول الكعبة، وتطلق ويراد بها الحرم كله. فمن إرادة المسجد الحرام بالكعبة فقط أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين عند صلاتهم أن يتوجهوا إلى أين؟ إلى المسجد الحرام. وأما ما حوله قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن أين أسري به؟ من بيت أم هانئ، فسمى الله ذلك مسجدا حراما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وما المقصود بالمسجد الحرام هنا؟ كل الحرم. إذن ثم أيضا كلمة الحرم والحرام نجدها تتسع في دائرة القرآن، فنجد المشعر الحرام والمقصود به إما مزدلفة كلها أو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسمي المشعر الحرام لأنه يقابله ماذا؟ المشعر الحلال. وما هو المشعر الحلال؟ عرفة، لأن عرفة في الحل ومزدلفة في الحرم، فسميت بالمشعر الحرام لأنها هي التي تقابل ماذا؟ المشعر الحرام الحلال الذي هو عرفة. وأيضا نجد أن هذا اللباس الذي يلبسه الحاج اسمه الإحرام، ونجد في السنة أيضا
اليوم الحرام، ونجد في السنة صيد الحرم، ونجد في السنة لقطة الحرم، ونجد في السنة شجر الحرم، ونجد في الكتاب الأشهر الحرم. إذن ارتبط بهذه اللفظة المكان والزمان وكذلك الأشياء والأحوال. فلذلك هذا الإنسان عندما يدخل النسك اسمه محرم من الحرام، وإذا كان في داخل الحرم فيقال له الحرمي، وإذا خرج عنه خارج الحرم الحلي الذي في الحل. إذن هذا المكان له هذه الخصوصية وهذه المنزلة. ونقف أيضا مع القرآن، مع كتاب ربنا ليحدثنا عن المكان، فنجد أن القرآن ما ذكر مكانا وأثنى عليه الرب عز وجل واختصه بأمور ذات أثر على الإنسان كإنسان وذات أثر على الكون كله، كما ذكر عن هذه البقعة المباركة. فأخبر الله في القرآن أن هذا البيت الكعبة الذي نجاوره الآن، أخبر الله عنه بأنه أول بيت وضع للناس في هذه الأرض لعبادة الله، ولم يسبقه بيت. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة، أول بيت لعبادة الله. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن هذا أول مسجد فقط. أخبر الله بأنه هدى، الهدى الذي قلنا أهميته في أول الكلمة وقيمته. فها هو ربنا عز وجل كما أخبرنا بأن القرآن هدى، يخبرنا بأن هذا البيت هدى، ويخبرنا بأن لهدى البيان ثلاثية. عرفنا القرآن وعرفنا البيت، من هو ثالث هذه الثلاثية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في القرآن في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هدى ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، والبيت هدى، وهذا كلام ربنا عز وجل، وهي منهج أكمل القرآن، وأمثل تطبيق السنة، وأعظم وأقدس مكان حرم الله وهذا البيت العتيق. هذه التي الله عز وجل جعلها فيها الهدى، هدى البيان والدلالة والإرشاد للعالمين، لأنه ماذا قال؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، للعالمين. والبيت هدى منذ أن وجد، وسيبقى هدى إلى آخر أيام الدنيا، فهو بيت هدى لما فيه من الآيات والمعارف العظيمة التي ترشد الناس إلى ربهم ووحدانيته وكمال عظمته وقدرته واستحقاقه أن يعبد
وحده لا شريك له، ولما ارتبط به من الأعمال التي بها يكون الإنسان مهتديا. إذن هذا الهدى. ماذا أيضا نجد في القرآن عن هذا المكان؟ قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت، إذا أطلق البيت ليس إلا بيت واحد، هو البيت المشهور، هو البيت الأول، هو هذا البيت العتيق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما معنى مثابة؟ أشهر الأقوال والذي عليه جماهير العلماء ولا يخالف في ذلك أحد، وإن كان بعضهم يزيد معنى آخر، المثابة بمعنى الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه. تأتي للمكان ثم تفارقه، فإن رجعت إليه أنت ثبت إليه. فهذا المكان القلوب معلقة به، تثوب إليه حسا ومعنى، تثوب إليه حسا، تأتي بالأقدام وعلى الرواحل. طيب تثوب إليه معنى كيف؟ بهذه القلوب التي تحن إلى البيت وتشتاق أن تأتيه، وفي كل لحظة وهي ترتبط به، هذه مثابة. والله عز وجل جعل هذا البيت مثابة. وسبحان الله، هذا الأمر العجيب، هذا الأمر العظيم، هذه الآية المبهرة، من الذي علق القلوب بهذا المكان؟ من الذي عطفها؟ من الذي حننها؟ من الذي حبب إليها؟ من الذي جعلها تتحمل كل شيء لكي تصل إلى هذا المكان؟ والله ليس إلا لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فتحن هذه القلوب وتشتاق لهذا البيت، وتبذل أغلى وأنفس ما عندها، وتجد من الصبر والتحمل أن تجمع القليل على القليل لكي يبلغها إلى بيت الله العتيق. لأن الله قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا حج الخليل إبراهيم، ولم يتوقف ركب الحجيج منذ ذلك العام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، لأنه لو توقف عاما واحدا ما هي النتيجة؟ تقوم الساعة وتنتهي الحياة، لو سنة واحدة. من أين أخذنا هذا؟ الوحي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فإذا توقف الحج سنة قامت القيامة. وهل يعرف الحجاج قيمة ما يعملون؟ وهل يعرف الناس قيمة ما يعمل الحاج ويؤديه؟ فإذن هذا الإخبار من الله عز وجل، وأنت ترى الناس وهم يشتاقون إلى هذا البيت ويحنون. ولعل كل واحد منكم كم له من موقف وقصة أمام هذا الجعل، كم ممن صبر، كم ممن تحمل، كم ممن جمع، كم ممن دعا، كم ممن سعى لكي يصل إلى بيت ربه عز وجل. فلذلك هذا إخبار الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. وجعله الله أيضا وأمنا، جعله آمنا،
وجعله أمناً للناس، فالناس يأمنون فيه والناس يأمنون به، فالناس آمنون بوجوده لأن القيامة لا تقوم والكعبة باقية، فهو أمن لهم، والناس عنده آمنون لأن الله عز وجل أمنه وجعله بلداً آمناً. فهذا نجده في القرآن عن هذا المكان، وأيضاً نجد في القرآن عن هذا المكان قول ربنا عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. وما ذكر الله عز وجل القيام للناس في القرآن إلا مرتين، وفي أمرين: الأمر الأول المال، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام للحياة وبه تقوم الحياة، والله عز وجل أخبر عن ذلك. والأمر الثاني الذي جعل الله فيه القيام للناس هذه الكعبة، فقال عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. والقيام الذي في الكعبة أعظم من القيام الذي في المال، لأن بالكعبة قيام الدين، ما دامت الكعبة باقية فالدين باقي، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. قيام الأبدان، ما دامت الكعبة باقية فالحياة باقية، فإذا سقط بناء الكعبة قامت القيامة، إذا لا حياة. قيام الأموال، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمعر حاج قط. قيل له: ما معنى ما أمعر؟ راوي الحديث جابر قال: أي ما افتقر. حجك الصحيح دلالته ألا تفتقر بعده. إذن هذا قيام المال. قيام مدنية أهل الإسلام المميزة المتميزة، يجتمع عند البيت هؤلاء الناس على ألوان مختلفة وألسنة مختلفة، وبينهم من الحب والألفة والإخاء ونظام العمل والحركة الواحدة والدعاء الواحد ما لا يكون في غيره. فهذا من معاني القيام. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل يخبر أن هذا البيت مبارك، مبارك: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مبارك، البركة، البركة بمعنى النماء والزيادة، والبركة بمعنى الثبات والديمومة. الثبات والديمومة، ولا مكان العبادة والطاعة وفعل الخير فيه أدوم كهذا البيت، لا ينقطع الطواف حول البيت إلا حين يكون الصلاة نحوه فرض عين. قال سلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالعبادة عنده لا تنقطع، وهذا من معاني البركة. وأعظم من ذلك، الناس يصلون في كل مكان، وأين يتجهون؟ نحو البيت. والناس يصلون في كل مكان ليلا ونهارا، فلا تنقطع العبادة نحو البيت وعند البيت، وهذا من معاني البركة. من معاني البركة المضاعفة في الأجور. صلاتك في الحرم بمئة ألف صلاة،
الواحدة حسبها أبو بكر بن النقاش فقال تعدل صلاة 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. فرض واحد، فرض واحد يعدل في الأجر أجر صلاتك في بلدك قبل أن تأتي إلى هنا مدة كم؟ 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. لو صليت 5 فروض كم؟ 270. صليت أسبوع كم؟ إذن هذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت وفي هذا الحرم الآمن. وكذلك فعل الطاعات فهي مضاعفة وعظيمة، وأجر الصلاة على قول جماهير العلماء ليس محصورا بمسجد الكعبة، وإن كان في مسجد الكعبة أجر أعظم باعتبار الجماعة الأولى والنظر إلى الكعبة، لكن هذا الأجر من فضل الله على قول جماهير العلماء أنه في كل الحرم، في كل أرض الحرم هذا الأجر العظيم. فإذن هذه من البركة التي جعلها الله في هذا المكان. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل يخبرنا أن هذا البيت هو القبلة، هو القبلة وهو قبلة الأنبياء، وليس للأنبياء قبلة إلا الكعبة، قبلة جميع الأنبياء، قبلة إبراهيم ومن بعده من الأنبياء هو هذا البيت الكعبة. ونجد في القرآن أن الله عز وجل أخبر أن هذا البيت هو محل مناسك الحج، فقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن البيت العتيق، الحرم، البيت المحرم، المسجد الحرام، البيت المبارك، البيت الهدى، المثابة، القيام، هذا المكان الذي احتف بهذا الاصطفاء اختاره الله أن يكون هو محل مناسك الحج، محل مناسك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا جاء الإنسان لا بد أن يكون مستحضرا لهذه المعاني وهذه الكلمات الربانية التي وصف بها هذا البيت العتيق وهذا البلد الحرام مكة شرفها الله، فيدرك الإنسان أي منة أكرمه الله عز وجل بها أن بلغه هذه الأماكن وأن أوصله إلى هذا البيت العتيق. ثم أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمور أخرى مرتبطة بالبيت في المكان، فيه الحجر الأسود والمقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لضاءتا ما بين المشرق والمغرب. ففي هذا البيت فقط وليس في غيره مثله ما يذكرنا بالجنة ويجعلنا نرى شيئا من الجنة التي نشتاق إليها والتي ندعو ربنا ونعمل ليكرمنا ببلوغها. ففي هذا البيت ترى بأم عينيك حجرا من أحجارها وتقبل حجرا من أحجارها. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما
ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وفي هذا البيت خير ماء على وجه الأرض، وأنفس ماء على وجه الأرض، وأبرك ماء على وجه الأرض، الماء المبارك ماء زمزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وقال عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. هذا الماء المبارك الذي لا ماء أبرك منه ولا أنفس ولا أشرف من هذا الماء، فالله عز وجل جعله في حرمه. وفي الحرم الصفا والمروة، حيث ذاك النسك العظيم المسعى الذي يذكرنا بأمنا هاجر الأم المؤمنة الأمينة الوفية الصادقة التي سعت بين الصفا والمروة، فعبد الله الرجال والنساء منذ ذلك التاريخ وإلى يوم القيامة أن يتحركوا كحركتها ليتذكروا أمهم. إذن هذا البعد المكاني. ثم نتذكر فيما أماكن الحج إذا خرجنا أو امتد الأمر، فننتقل إلى منى وهي جزء من أرض الحرم، والتي تمثل مشعرا من مشاعر الحج، حيث يقف الناس فيها ويبيتون ليلة التروية يوم الثامن، ثم يقيمون بها يوم العيد وأيام التشريق ويبيتون في ذلك المشعر العظيم منى ومزدلفة، جمع ذلك المشعر وهو أيضا جزء من الحرم، والله عز وجل ذكره في كتابه بالمشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم ذلك المشعر العظيم الذي عد أعظم أركان الحج مرتبط به عرفة، ذلك المشعر الذي له تاريخ مع البشر كلهم في موقف عظيم جليل مهيب وقفت الأرواح فيه قبل الأجساد. والله عز وجل ذكرنا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس، قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عرفة ذلك المكان الذي كان فيه ذلك الحدث العظيم الجليل، حيث كلم الله جل جلاله الذرية وأخذ عليهم العهد والميثاق والإقرار بأنهم يؤمنون بأنه لا رب لهم سواه، وأنه هو ربهم جل جلاله، وأنه لا معبود لهم إلا الله. فالجميع أقر. والله عز وجل كما في خبر أبي الثابت عنه أن الله بعد أن أعلم
الذرية بذلك وأقرت، قال الله لهم: سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، فالجميع قالوا أقررنا. قال: سأشهد عليكم الملائكة، قالوا أقررنا. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك، فقام آدم وشهد على ذريته بأنهم أقروا كلنا. فقال الله عز وجل: سأرسل رسلي وأنزل كتبي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. والله أوفى الأوفياء. فها نحن نجد في كتاب ربنا قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله ذكرنا، وهذا الكتاب بين أيدينا، وقال: سأرسل رسلي يذكرونكم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بذلك. فعرف بعد أن أخذ هذا الإقرار جعل فطرة في قلوبنا، جعل هذا الإقرار فطرة. فلذلك هذا معنى يعلل لنا هذا الحنين وهذا الشوق وهذا التعلق وهذه المثابة إلى هذا البيت العتيق وإلى هذه المشاعر وإلى هذه المواقف المعظمة. وإن من يقف في ذلك الموقف العظيم فإنه يتذكر العهد والميثاق، وليعلن وفاءه، لأن الله قال: وبعهد الله أوفوا. فأمام العهد الوفاء، ومن أعظم الوفاء القدوم إلى بيت الله الحرام للحج وأداء هذا النسك العظيم. ثم نجد أن هذا المكان المعظم وهذه المشاعر المعظمة لكي يتهيأ الإنسان في القدوم إليها، والإنسان قد لا يتيسر له ذلك إلا مرة في عمره، في العمر كله. فننظر سبحان الله ذلك التشريع العظيم حينما يطلب من هذا القادم أن يتهيأ للقدوم والدخول إلى هذا الحرم وهذه المشاعر، فإذا به يؤمر ويطلب منه على بعد عشرات الكيلومترات، وقبل أن يصل إلى أرض الحرم يطلب منه أن يلبس لباسا لم يعتده طول حياته ولا يفعله طول حياته، فيلبس لباس الإحرام. من أين؟ من تلك المواقيت الخمس التي تحيط بمكة بهذا الحرم، والتي هي ذو الحليفة الذي يبعد عن مكة 420 كيلومتر، وهو ميقات لأهل المدينة ومن حولها. ثم ميقات الجحفة، والذي يبعد عن مكة 187 كيلومتر. ثم ميقات يلملم، طبعا الجحفة يحرم منها أهل الشام والمغرب ومصر. ثم ميقات يلملم الذي يبعد عن مكة 130 كيلومتر، ويحرم منه أهل اليمن. ثم ميقات قرن المنازل الذي يبعد عن مكة 87 كيلومتر، ويحرم منه أهل نجد.
ثم ميقات ذات عرق الذي يبعد عن مكة 86 كيلو 100 كيلو، ويحرم منه أهل العراق. هذه المواقيت يأتي الحاج عندها ويغتسل ويلبس كما قلت لباسا لم يألفه في حياته، لباس البياض، الإزار والرداء، الإحرام، ويردد ذكرا لم يشرع له، لم يشرع له أن يذكر الله به في أي مكان ولا في أي زمان إلا في أشهر الحج، وإذا أراد أن يقصد بيت الله الحرام لعمرة أو حج. التلبية، ما شرع هذا الذكر بهذه الكيفية إلا لمن أراد أن يقصد بيت الله، لمن أراد أن يقصد أماكن الحج والعمرة، حتى يدخل هذا الإنسان وهو يردد التلبية لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، وسمعا بعد سمع، أنني لن أخالفك يا رب، ولن أعصيك، ولن تجد مني إلا ما يرضيك. فيردد الإنسان هذا الذكر ويظل في كل المناسك وهو يردد ذلك، لكي يعيش في هذه الأماكن على حال أعلى ما تكون في الاستقامة وإرضاء الله عز وجل. وهذا لا يكون، لا يكون لأي مكان آخر. إذن هذه المواقيت، هل نعرف أن هناك مكان آخر له مواقيت؟ بلد له حدود، وأي بلد حدوده أثبت من بلد وضعت حدوده يوم خلق السماوات والأرض؟ وأي خارطة بلد لم تتغير منذ أن وجدت الأرض وإلى يوم القيامة إلا مكة شرفها الله؟ فهل نعرف خارطة هذه البلدة المباركة؟ للأسف ما أقل من يدرك هذا، وما أكثر القصور في إدراك هذا الأمر. إذن هذا المكان الذي أحيط بهذه المواقيت ثم بهذا الحرم وهذه الحدود ثم بتلك الخصائص ثم بالضمانات القدرية أنه سيبقى محجا للناس إلى يوم القيامة، بالضمانات القدرية أن يبقى هذا البيت لا يغزى إلى يوم القيامة، قالها صلى الله عليه وسلم، لا تغزى أبدا إلى يوم القيامة، لا يغزوها كافر ولا يعود أهلها كفارا إلى يوم القيامة، ضمانة، لا يدخلها الدجال، ضمانة، لا تجف زمزم التي هي طعام طعم وشفاء سقم، ستبقى إلى يوم القيامة، لا يدخلها الطاعون، ضمانة إلى يوم القيامة، ولم يدخل مكة الطاعون أبدا، ضمانات قدرية جعلها الله عز وجل لهذا المكان المبارك، لهذا البيت الهدى، لهذا الحرم الآمن. حتى أيام الجاهلية هل استطاع إبليس أن يغير الكعبة إلى اسم آخر؟ ما استطاع. هل استطاع إبليس أن يغير الحركة التي حول الكعبة التي هي الطواف، اسمها الطواف، وإن غير عملهم لكن الاسم باقي، ومن يفد يسمى حاج، وعرفة ومنى عبدوا الأصنام لكنه ما استطاع أن يحرفهم ليعبدوا أحجار الكعبة،
ضمانة قدرية من الله عز وجل لبيته الذي جعله بيت هدى. جابوا الأصنام عنده وهي من أحجار، لكنه صرفت قلوبهم أن يسجدوا لأحجار الكعبة لأنه بيت هدى. إذن هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل ليكون منسكا لحج المسلمين، فإذا عرفنا المكان بهذه الأمور وإن كان هذا باختصار، فإننا نحتاج أن نقف بعد ذلك مع الزمان، فعرفنا نسك الحج أي مكان اختاره الله له خير الأماكن أفضل الأماكن. يقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ويقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ولا سكنت غيرك، فهي أفضل البلدان وأحبها إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إذا عرفنا هنا كل هذا لتدرك أيها الحاج ما هو العمل الذي تقوم به أنت الآن، فكم في وقوفك وإدراكك لشرف المكان أن يعطيك أثراً على قيمة العمل الذي تقوم به. فيحتاج أن نقف أيضاً مع الزمان، هل هذا الزمان الذي اختير للحج له أيضاً اصطفاء كما عرفنا في اصطفاء المكان؟ وهل بعد ذلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذا المكان أيضاً هي لها اصطفاء من بين الأعمال؟ ثم أنتم الذين تكرمون بهذا العمل، هل عندما تؤدون هذا العمل يكون لكم اصطفاء؟ فهذا ما ثلاث الأمور الأخرى التي نقف معها بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نسأله جل جلاله، نسأله سبحانه جل جلاله أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا الأدب في بيته وحرمه، ونسأله أن يعيننا على طاعته عند بيته العتيق كما يحب ويرضى، وأن يتقبل ذلك منا ومن الحجاج، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.